كل واحد عنده منطقة الراحة، مفيش بني آدم متخلقش من غيرها. جه رمضان وقلنا بعدين، وجه العيد عملنا كحك وقلنا برضو نعمل باقي الحاجات بعدين. احنا هننام بكل بساطة. انا امنية، خلينا بس قبل ما دماغنا تروح بعيد نتكلم عن المعنى اللي كلنا عارفينه بالانجليزي، The comfort zone، منطقة الراحة. هي حالة نفسية يشعر فيها الشخص بأن الأشياء مألوفة ويكونون مرتاحين فيها، ويدركون أنهم يتحكمون في بيئتهم في هذه المنطقة، ويمكن تحقيق مستوى ثابت في الأداء. يعرف باردويك المصطلح بأنه حالة سلوكية حيث يعمل الشخص في وضع محايد بدون قلق. من الآخر كده، يعني حد بيحب يقعد في وضع ومش حابب الوضع ده يتغير عشان هو مرتاح فيه. بس راحة كدابة، هو عبارة عن أمل وهمي بأننا هنسيطر وكله في السليم، هنقدر بقدرة الأبوين السحريين. وغالبا معظمنا لو ما كانش كلنا مش بياخد الخطوة. وبرضه لما تعود على اي وضع في حياتك، حتى لو جربت تجاسف عشان حياتك تتحسن، بتفضل تبص تحت رجلك وتفضل الراحه. ده الكومفورت زون. في جمله انا بختلف معاها جدا كل ما بسمعها، اللي هي ما انا قاعد كافي خيري شري. دي تكون كافي خيرك شر، ليه ما تقدمش غير الخير بس؟ ليه بنبرر كل حاجه بترجعنا لورا؟ ليه ما نطلعش من الكومفورت زون؟ وليه اساسا نطلع من الكومفورت زون؟ اول حاجه لازم تكونوا عارفينها، وقول اعملوا فسيرى الله اعمالكم، يعني مش مزاجكم تاندخوا او تعيشوا في وضع ثابت. امر من ربنا انكم تعملوا عشان توريه العمل ده، مش عشانه اكيد، عشان مصلحتكم. نخش بقى في العلم والمنطق والحاجات الكونيه. الكومفورت زون ليه اخوات، زي التسويف ده من صفاته برضو، الكسل شبهه، اخوه التوأم، واي حاجه بتريحك دلوقتي وتتعبك بعدين. ايه مشكلتك بقى؟ يعني نحل مشكلتك ونحل مشكلتها وتولع مشكلتي اللي انا جاي لكم عشانها. فتلاقي نفسك لو مخرجتش منها بالذوق، الحياة هتخرجك منها بالعافية، ودي حاجة بنتجنبها عشان الخضة بس. فبنعمل ايه عشان نحلي منطقة الراحة دي؟ بصوا مليون فيديو تحفيزي بيقول حلول سحرية، وانزل وروح وتعالى، وكلام متزين قوي ومبتذل، وغالبا بنتحمس وننام بعدها، لان دي حاجة ملهاش علاج واحد، كل واحد ليه علاجه. مش احنا بندي الدواء على حسب السن والامراض المزمنة وغيره من صفات المريض عشان الاعراض الجانبية. فده برضو معناه ايه؟ ان في حلول ممكن تفشلوا وانت بتعملوها، فتحسوا بالفشل فما تحاولوش تاني. عشان نجحت مع فلان المشهور وما نجحتش معاه، بس انا مش هقول لكم تعملوا ايه وما تعملوش ايه، ومش هقول لكم اولا وثانيا احنا مش في حصه. وانا صغيره كنت بكرر اللي بعمله، يعني كل اجازه كنت اقعد اقول هتعلم انجليزي، باخد الاجازه مش بكمل فيها ربع ساعه وما بكملش تعليم تاني يا زكي. ليه بقى؟ عشان بنفس الطريقه بتاعت كل سنه، والاكاده اني بكررها، اللي هو كنت مفكره اني كسوله او اني مش قد الشغل، وكنت بائس مع نفسي في الموضوع ده جدا. لحد من سنتين ثلاثه كده لقيت ان في طرق كتير احلى، واني بس مصر اتعلم بنفس الطريقه اللي هي وحشه طبعا، عشان مش بدور ومش بشوف حاجات جديده. انا قاعده بس في الكومفورت زون، ده اللي انا بعرف اعمله، فمش هعمل حاجه تانية. يبقى اول حاجه كل الطرق مش هتوصلك لنفس المحطه، شوف السكه الصح وانزل في المحطه بتاعتك. يعني مركبش خط يوديني مثلا اتجاه المرج، وانا ممكن المكان اللي انا عايز اروحه اتجاه حلوان مثلا. انت هتمشي ستريت كده على طول، بعدين تلف الاوتيل وترجع تاني. تاني موضوع، كنت في بداية قناتي على اليوتيوب بعمل ايه؟ طب انت ليه مش بتتكلمي وتتناقشي؟ ليه مش بتصوري في الشارع؟ خايفة اطلع من منطقة الراحة بتاعتي. اول فيديو صورته بره البيت هو اللي خلاني اتعرف وسط الناس. يعني ده معناه اننا بنخاف من التغيير. انا لو فضلت 4 سنين في الكومفورت زون ده، كنت هفضل بعمل فيديوهات ما بيشوفهاش غير اهلي. يبقى خد الريسك. اللي انت شايفه ريسك وهو مش ريسك اساسا، عشان ده اللي هيغيركم. النتائج عمرها ما تتغير غير لما نغير الاسباب. حوار تاني برضو، اول مره اشتريت معدات بروفيشنال عشان التصوير ما استخدمتهاش، وصورت برضو بالتليفون. السبب كان متخلف جدا، اصلها كانت اول مره وانا مش متعوده، فكنت باجل الموضوع. طب ما طبيعي اي حاجه جديده هتبقى اول مره، الانسان بيحط اعذار متخلفه، الحاجه هتخليه احسن. مش بس كده، لا ده بيقنع نفسه بالاعذار دي عشان ما يحسسش نفسه ان هو متخلف. يعني مفيش حاجه اسمها اول مره، عشان الحياه كلها اول مره. انت اول مره تعيش في الحياه، المفروض تعيش وتموت بعد كده تعيش الحياه تاني، تكون اتعلمت. يعني ماله يعني الكسب ماله؟ بس اهم الاسباب كانت التكرار مش بيعلم الشطار، التكرار بيفشلك وبيخليك ما تعرفش حاجات جديده. التكرار مريح، بكرر نفس الحاجه ومحبوسه في الحاله دي. الراحه الحقيقيه في اني اعمل حاجات عمري ما عملتها، واجرب حاجات خايفه منها عشان اكون مرتاحه اني بعرف اعمل الحاجه دي. انا عملت حاجات جديده ومريحاني، انا قاعده مرتاحه ان التحدي ده لو جالي فانا بعرف اعمله عشان واجهته قبل كده. عايزين نفرح، وحشتنا الفرحه. وان حياتي بتبدا اما بطلع بره باب البيت. حياتي بدات لما خرجت بره الافكار الوهميه اللي كانت معطلاني، ولو ما خدتلهاش اكشن كنت هفضل طول العمر في نفس الحاله. رسالتي من الفيديو ده، مش كل اللي يريحك
يبقى في صالحك. لازم تقدم حاجه او مش شرط جديده، المهم اعمل اي حاجه. احنا كبشر موجودين عشان نعمل حاجه، مع الزمن هعرف ان لا انا موجوده الحاجه، والحاجه دي انا لازما اعرف رسالتي من ربنا واعملها، خلص الحاجه دي عشان تتفضل تمشي. الراحه مش غلط، بالعكس انت لازم ترتاح، بس امتى وازاي وفين دي بتقرر حياتك هتمشي ازاي. عايزه اقول لكم حاجه كنت خايفه منها وعملتها امبارح. نزلت اشتريت عجله، وانا كنت بخاف جدا من سواقه العجل، بس اشتريتها وانا مش بعرف اسوق، عشان اكون جربت التجربه دي، وعشان مش هفضل طول عمري خايفه من انا اركب عجل، خايفه اسوق عربيه، خايفه اعمل حاجه لمجرد ان انا خايفه. احكوا لي تجاربكم اللي شبه كده، حاجه كنت خايفين منها وعملتوها، واعملوا منشن لاصحابكم اللي بيقولوا هيعملوا حاجه ويرجعوا فيها عشان عايشين في منطقه الراحه، وشاركوا الفيديو ده عشان كلنا محتاجين نخرج من منطقه الراحه دي، خصوصا بعد الاعياد والتلكيكات اللي احنا بنحطها، فخليكم سبب لنفع الناس وبس. وما تنسوش تدعوا لأهلنا في فلسطين، واكيد عارفين انتوا هتدعوا على مين. ولو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني، بحبكم قوي.